السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعربية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو افتتاح منافسات الدوري وعودة هذه المسابقة المرتقبة التي طال انتظارها إثر تعاقب الأحداث والأزمات على الواقع الرياضي والحياتي بشكل عام، لتكون افتتاحية هذا الماراثون لقاء ناريا جمع فريقي الشرطة والزوراء في مباراة أطلق عليها ديربي العودة. هذا المحور وتفاصيل أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع المتابعات العربية والعالمية نوجزها لكم قبل الخوض في محور حلقتنا لهذا اليوم. تأهل فريق الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه إيابا في نصف النهائي على الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. سجل كل من مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم أهداف الكتيبة الحمراء، فيما دون زهير المترجي هدف الضيوف الوحيد، وكان العملاق القاهري قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي بفوزه بهدفين مقابل لا شيء في ملعب الدار البيضاء. هذا وسيلتقي الأهلي الباحث عن لقبه التاسع في البطولة القارية في النهائي مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي، علما بأن الأول تقدم ذهابا بهدف نظيف في الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، سنبقى في الشأن العربي ومع تميز الفرق العربية في منافسات القارة السمراء، إذ نجح فريق نهضة بركان المغربي في حسم لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه على ضيف بيراميدز المصري بهدف دون رد. سجل هدف الفوز الوحيد لنهضة بركان يوسافا دايو في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ويعد هذا الفوز الأول لفريق نهضة بركان في تاريخه ضمن البطولات القارية الأفريقية. يذكر أن الفريق المغربي قد خسر النهائي في النسخة السابقة أمام الزمالك المصري. عالميا وتحديدا في الليغا الإسباني، سنبدأ مع المواجهة الكبرى الكلاسيكو ضرب فيها فريق ريال مدريد بقوة غريمه الأزلي برشلونة وهزمه في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وقد صحح ريال مدريد بهذا الفوز أوضاعه عقب خسارته في دوري الأبطال أمام ضيفه شاختار الأوكراني، وفيها افتتح ريال مدريد في هذا اللقاء الكلاسيكو التسجيل عن طريق لاعبه فالفيردي في الدقيقة 5، ثم عادل سريعا فاتي لبرشلونة في الدقيقة 9. في الدقيقة 63 أعاد قائد الريال سيرخيو راموس الريال إلى التقدم مجددا بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء، ومع نهاية المباراة أحكم ريال مدريد سيطرته تماما على اللقاء وكاد أن يضيف أهدافا أخرى، لأن حارس برشلونة نيتو تصدى ببسالة للمحاولات. في الدقيقة 90 وبعد فاصل من المهارات الرائعة من قبل لوكا مودريتش تمكن من إضافة الهدف الثالث للريال. متواصلين، وأيضا من بين أهم مباريات الليغا حقق أتلتيكو مدريد فوزا كان في أمس الحاجة إليه
عندما تغلب على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد، واستعاد فريق أتلتيكو توازنه بعد سقوطه الكبير خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا. بهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو رصيده إلى 11 نقطة. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف اعتزاله من هذه الرياضة بشكل صادم، بعدما قطع وعدا لوالدته بأن يكون نزاله مع الأمريكي غاتشي هو الأخير في مسيرته إثر الوفاة المفاجئة لوالده بفيروس كورونا. ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف. سجل هدفي ريدز فيرمينو وغوتا فيما قلص الفارق لشيفيلد ساندربرغ ليرفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة. وفي الجولة ذاتها عجز أبناء غوارديولا من تحقيق نتيجة مرضية بعد تعادلهم مع فريق ويست هام بهدف لمثله، ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 نقاط وهو نفس رصيد ويست هام. فيما انتهت موقعة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بالتعادل السلبي، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 9 نقاط، بالمقابل رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط. وحقق ليستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه أرسنال بهدف نظيف جاء في الدقيقة 80 عبر جيمي فاردي، ليرفع ليستر رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 9 نقاط. في الدوري الإيطالي حقق انتر ميلان فوزا مهما على مضيفه جنوى بهدفين نظيفين، ليرفع الانتر رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد جنوى عند 4 نقاط. وفي الدوري الألماني اكتسح بايرن ميونخ ضيفه انتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة للبوندسليغا، وكانت حصيلة ليفاندوفسكي 3 أهداف فيما سجل ساني وموسيالا الهدفين الآخرين، ليرفع البايرن رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي فرانكفورت على نقاطه الثمان. مشاهدينا، وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم والذي يتعلق بافتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم ومباراة القمة بين فريقي الشرطة والزوراء، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين. وقبل الخوض بتفاصيل وأحداث هذه المواجهة مع ضيفنا، سنتابع معا التقرير الذي أعده الزملاء في القسم الرياضي والذي يجسد واقع حال محور الحلقة، سنتابع ولنا عودة. على بركة الله، رفع الستار عن المسابقة المرتقبة والتي طال انتظارها إثر تعاقب الأحداث ما بين التلكؤ الذي حصل على خلفية التظاهرات التي أجلت موعده في الموسم الماضي، لتأتي جائحة كورونا وتضرب برأسها رصاصة الرحمة ليزدل الستار عليها من دون عناء. وها نحن اليوم نرى 20 فريقا أعد العدة، وكل منهم يمتلك طموحا مشروعا بتحقيق ما يصبو إليه. عدنا والعود أحمد لتكون افتتاحية الماراثون لقاء ناريا جمع الشرطة والزوراء، اللذان يمتلكان نخبة من نجوم المنتخب الوطني في مباراة قلما نطلق عليها ديربي العودة، ولو أنها لم ترتقي لما كان منتظر من طرفيها، إذ كانت البداية خضراء عندما تمكن البارع أمجد عطوان من هز شباك الأبيض الزورائي بهدف السبق وسط ذهول مدافعيه الذين تسببوا به إثر خطأ فني فادح. لكن الرد لم يتأخر طويلا، فما كان من الشاب محمد صالح إلا أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدفا من مجهود فردي، وهكذا انتهت الحصة الأولى إصابة في كل مرمى. الحصة الثانية لم تأتي كما متوقع لها أسوة بسابقتها، بل توضحت جليا حالات الإعياء وفقدان اللياقة البدنية للاعبي الفريقين، فالجميع كان يمني النفس بأن تسير عقارب الساعة بصورة أسرع ليخلدوا إلى الراحة بعد أن فقدوا توازنهم على المستطيل، ليبقى الحارسين في منأى من التهديد الحقيقي لمهاجمي الفريقين. ومرت الدقائق ثقيلة على اللاعبين والمدربين وطاقم التحكيم وكل من تابع المباراة لخلوها من اللمحات الفنية المنتظرة، حتى أطلق علي صباح قاضي الموقع صفارته معلنا نهاية ديربي العودة
ليخرج الفريقين حبايب، ويجني كل منهما نقطة ربما يصفها البعض بغير المستحقة لما يتمتع به الفريقان من قيمة فنية عالية. مشاهدينا، التقرير تحدث عن مباراة مهمة بطرفيها الكبيرين، لكنها بالحقيقة يعني لم ترتقي إلى المستوى المتوقع من لاعبي الفريقين، خصوصا وأن الشوط الأول كان شوطا إيجابيا انتهى بهدفين، لكن الشوط الثاني تراجع فنيا ولم يكن بمستوى سابقه. وللحديث أكثر عن هذا المحور ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد المدرب المساعد لفريق الزوراء الكابتن أحمد خضير. أهلا وسهلا بك كابتن، وسعداء جدا بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. تحياتي لك أستاذ بلال وكل مشاهدي قناتنا الكريمة، وتحياتي لك وبرنامجك المشوق صراحة. كابتن، بدءا يعني كيف وجدت افتتاح الدوري الذي غاب عنا طويلا والجميع كان بصراحة متخوفا من عدم يعني إقامة الدوري لأسباب متزامنة مع الذكرى الأولى للتظاهرات السلمية ضد الفساد التي انطلقت في تشرين الماضي، فضلا عن مخلفات جائحة كورونا التي هددت العالم أجمع؟ هل جاءت البداية متلائمة مع ما كان منتظر ومرتقب لعودة المسابقة الأولى رياضيا؟ وكيف لك أن تصف لنا هذه الأجواء؟ يعني صراحة الجلوس 6 إلى 8 أشهر أكيد أبعد الرياضيين جميعا عن النشاطات الرياضية وولد مردودات سلبية، لكن في حال إقرار قضية لزم عودة التدريبات والنشاط الرياضي أكيد يعني كانت الفترة كافية لبدء الدوري اليوم في المستوى الطبيعي، تحتاج من 6 إلى 8 أسابيع، لكن حكمنا ب 38 إلى 40 يوم، وأكيد إحنا مع اي قرارات تخدم الصالح العام وتخدم ارواح العراقيين، فلذلك بدأنا التدريبات بواقع 38 وحدة تدريبية، دخلنا معسكر في البصرة 7 أيام، لعبنا 3 مباريات تدريبية، اكيد دخلنا، لكن طموحاتنا كانت تكون اكبر لو كانت لدينا مسافة او مساحة اكبر للتدريبات، لان الدوري اليوم العراقي السنوات السابقة كان جيد جدا وبدأ يرتقي الى مستوى الدوريات العربية. صراحة كانت البداية من وجهة نظري أنا كفنية لفريقي الزوراء جيدة، لكن كعام كنا نتمنى أن تكون أفضل لو كانت الاستعدادات أفضل. لعبنا مع فريق أعتقد قبل 3 أشهر تم استعداداته ودخل تصفيات بطولة آسيوية ولا دخل معسكرات تدريب مباريات أو جل لاعبين منتخب وطني، لكن تعاملنا مع المباراة بحكمة وخبرة الكادر التدريبي بقيادة السيد كابتن باسم قاسم، فأكيد كانت أنا أعتقد بداية مطمئنة لفريق الزوراء، لكن كنا نتمنى تكون بداية أفضل لجميع الفرق، لكن أنا أعتقد المستوى سيرتقي دور بعد دور باكتمال العامل البدني وأكيد الانسجام، وأكيد غياب الجمهور طبعا هذا هاي علامة كاملة لحد الآن، لأن حلاوة الدوري العراقي وتعاصرت الأيام الجميلة هي وجود الجماهير العراقية. بصراحة كابتن، فنيا يعني هل حضرتك والمدرب الأول الكابتن باسم قاسم يعني راضين عن مستوى أداء النوارس؟ نعم أكيد كل الرضا، كنا راضين بفارق التحضير البدني والتحضير، تكلمت أنت لعبت مع فريق الشرطة اللي شارك في البطولة الآسيوية وخاف لعب مباريات على مستوى عالي، وأيضا فريق الشرطة اللي دخل معسكر في مصر وخاف مباراة تجريبية واللي بدأ قبل 3 أشهر، أكيد عندما تلعب أنت خلال 38 وحدة تدريبية 38 يوم ومن خلال معسكر داخلي وتلعب وتكون ندا وتكون لك الأفضلية في بعض الأحيان، أعتقد كل الرضا وكذا عندنا قناعة كاملة بلاعبينا، وسوف الفريق سيرتقي في المباراة القادمة بكل ما تلعب مباراة، أعتقد راح تضاف لك عامل بدني وكذا يضاف لك الأمور الفنية. كابتن أحمد، دعني أجزئ المباراة والحديث هنا عن الشوط الأول الذي شهد تحركا مناسبا وتوازنا
جيدا للاعبيكم، لا سيما بعد يعني استقبالكم لهدف شرطاوي، لكن بصراحة هذه الديمومة سرعان ما تباطأت وقل عطاؤها على أرض الملعب، يا ترى يعني ما هو السبب؟ يا استاذ بلال، صراحة لدينا قراءة عن أولية عن كل فريق، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام ندرس الفريق الذي سنلعب معه، فإحنا عندنا دراية ودراسة كاملة عن فريق الشرطة، هو الذي يعتمد على الكرات المرتدة على جهة اليمين على مازن وعلى مهاوي، أيضا يعتمد على الكرات الثابتة باعتبار لديه أطوال فارعة في لاعبي، وهذا ما كان موجود في التصفيات الآسيوية، سجل هدفين من عندها على مستوى الأندية، وأيضا يعتمد على التكتل الدفاعي، فلدينا كل الدراسة، لدينا مكامن القوة ومكامن الضعف، فلذلك هو لعب إذا ما شفت الشوط الأول، النصف الأول من الشوط الأول كان دورائيا خالصا، لدينا حيازة، دخلنا بالتشكيل لاعبين مهاريين ممكن قصار قامة لكن كبيرين بالعطاء، كبيرين بالمستوى الفني، كانت لدينا الحمل، لكن خطأ واحد ممكن يعني وبحجم في قصة ممكن أن يكلفك هدف، هذا ما حصل، خطأ دفاعي مشترك بين مدافعينا، ولا هدف لكن سرعان ما عاد الزوراء وسجل هدف بما نمتلك من اندفاع هجومي. لكن أنا أرجع إلى جزئية بسيطة، إذا أمس شفت تشكيلة الشرطة يلعب بأربع مدافعين ثابتين أمامهم أربعة أيضا هم ذا نزعة دفاعية، اليوم سعد عبد الأمين وسط ارتكاز ذا نزعة دفاعية، علي فايز أصلا مدافع لعب في وسط ارتكاز، أمجد عطوان وسط ارتكاز نزعة دفاعية، محمد نزر أصلا هو لاعب نفط نيسان نزعة دفاعية وسط، كان الاعتماد على الكرات الطويلة للمحترف، لكن الحمد لله تعاملنا بحكمة وتعاملنا بتكتيك خاص للمباراة وقدرنا ناخذ وسط الملعب الشوط الأول، لكن تعرف أنت العامل البدني الشوط الثاني بدأ ينخفض عند لاعبينا بسبب عدم وجود خزين بدني من جراء المباريات، فقط كإعداد بسيط، والحمد لله والشكر، كنا نتأمل بعض الأحيان أنه من البدلاء أن يعينونا، لكن أيضا البدلاء دخلوا في أجواء مشحونة، والحمد لله شكر الفريق شيء شيء سيرتقي. طيب كابتن، شاهدنا أكثر من لاعب زورائي تعرض للإصابة، يعني وضح عليهم حالات الإعياء وأيضا الإرهاق، استفساري هنا وربما هو أكثر من استفسار، هل الإصابات بليغة بحيث ستبعد اللاعبين لفترة زمنية، أم هي حالة انخفاض بمستوى اللياقة فقط، أم السبب يعني يكمن في تركيبة اللاعب نفسه؟ الباحة تعرض عندنا لاعبين اللي هو برغام اسماعيل واللاعب محمد صالح اللي سجل هدف، هذا اللاعب سيكون له شيء كبير في الكرة العراقية، لاعب ممتاز، بعد المباراة يعني برغام ذهب مع الكادر الطبي وايضا احد المدربين كابتن نصير مدرب الاعصاب البدنيه الى المستشفى وعملوا الام ار اي والاشعه، واعتقد الدكتور طلب بانه يثبت لديه رض بسيط في الاطلاق، اعطاه انه 72 ساعه انه فقط ثبات واستقاء على الاطلاق، فلذلك لا توجد مشكله، نحن بنينا الفريق على اساس ان اللاعبين اساسيين وليس بدلاء، في كل مكان لاعبين اثنان يتنافسون، فان شاء الله الموجودين خير وبركه. محمد صالح يعني اعتقد تعرض الى كدمه، لكن احنا ارتئينا انه في منطقة الركبة وارتئينا أنه يجلس، أيضا بدأ العامل البدني ما ينخفض، فارتئينا أن يجلس، وأشرفنا اللاعب مكان زاهر ميداني وأيضا كان علي رحيم أيضا في وسط الميدان، فأعتقد الإصابات إن شاء الله يعني خفيفة، فقط إصابة اللاعب بقى. مباراة أخرى يعني تنتظر نادي الزوراء يوم الأحد المقبل بمواجهة النفط الذي لا يختلف عن الشرطة في عطائه وتوليفته الشبابية، كيف هو التحضير لها؟ يعني احنا بالعادة انه بعد المباراة ايضا نعمل مباراة تجريبية مع البدلاء الذين لم يشاركوا حتى يكون مستوى البدني واحد بين اللاعبين، ولا توجد فوارق بدنية، يعني اليوم أنا لاعب لعب لي 80 إلى 70 إلى 80 دقيقة ولاعب لم يلعب لي، أكيد راح تكون هناك فوارق بدنية كبيرة، فلذلك نبدأ إذا أنا
اليوم الثاني نعمل مباراة تجريبية لنشار ونزج اللاعبين ونشار حتى يكون مستوى واحد بدني. لدي أيضا إحنا دربنا النفط في قبل موسمين، ما حكرنا النفط صار أصبح من الفرق الكبيرة من الأربعة الأوائل اللي دائما ينافس، فلذلك نحن ننظر لكل الفرق بمستوى واحد. اليوم أنت ثلاث نقاط تحصدها من آخر فريق بالدوري ومن أول فريق بالدوري، لكن عادة تعمل استراتيجية أمام الفريق الذي ستلاقيه، وأكيد النفط لدينا دراية وأيضا اليوم مباراتهم ستكون مع فريق أربيل وأكيد راح نشاهدها وندرس الفريق وإن شاء الله ستكون تحضيراتنا وفق دراسة الفريق. هل لك كلمة أخيرة وماذا ترسل لجمهور النوارس من رسائل اطمئنانية فيها؟ يعني صراحة غياب الجماهير ولد يعني مسألة إحباط بسيط عندنا، لأن الجماهير هي تعرف أنه هي ثقة الشارع الرياضي وأيضا متعة اللاعبين وأيضا هو حافز كبير للمدربين واللاعبين عندما يتواجدون، لكن سلامتهم وصحتهم فوق كل الاعتبارات. أتمنى من جماهير الزهراء دائما الوقوف، وما هذا قاعدة الجماهير الكبيرة الوقوف مع الفريق والصلاة والبركة ما عودونا، وإن شاء الله الفريق ذاهب إن شاء الله نحو المراكز الأولى. كابتن أحمد، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدر رياضة وعلى كل ما طرحته حول محور الحلقة. شكرا لك استاذ الله، شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع، تمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد الكابتن أحمد خضير المدرب المساعد لفريق الزوراء، شكرا جزيلا له. جمهورنا الرياضي، في الوقفة التالية سنتعرف على نتائج الفرق الأخرى في الدوري العراقي الممتاز من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. بعد تعاقب الأحداث الداخلية والعالمية التي أدت إلى توقف وانتظار طويل، افتتحت أخيرا يوم الأحد الماضي منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، وقد أعلنت الهيئة التطبيعية عن استخدام كرة موحدة تحمل شعار الاتحاد والدوري الممتاز. وجاءت نتائج لقاءات الأسبوع الأول من دور الكرة الممتاز بتحقيق القوى الجوية فوزا صعبا على الكهرباء، جاء في الثواني الأخيرة من المباراة بتوقيع عباس جاسم، فيما نجح فريق النفط بتحقيق الانتصار على ضيفه الصناعات الكهربائية بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب النفط، ونجح محمد داود ووليد كريم بإحراز هدفي الفوز. وفي لقاء آخر أقيم بنفس التوقيت، تغلب فريق أربيل على مضيفه بغداد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب بغداد، وسجل ثنائية أربيل شيركو كريم وبارزان شيرزاد. وفي استكمال للجولة الأولى من الدوري الممتاز، أحرج نفط البصرة نظيره نادي الطلبة بتعادله معه سلبيا رغم النقص العددي للفريق البصري في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي. وعلى ملعب كربلاء الدولي أمطر فريق نفط الوسط شباك السماوة بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خطف فريق الديوانية على ملعب الإدارة المحلية ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه النجف بهدف دون رد سجله سيف الدين ظاهر، بينما كان نادي الحدود ضيفا ثقيلا على الميناء بعدما عاد بنقطة من البصرة إثر تعادله السلبي، ويعد هذا التعادل مهما للحدود بخطف نقطة ثمينة في مستهل مشواره بالدوري. وبهذا نأتي إلى ختام فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.